بدء العد التنازلي طبعاً لانطلاق انتخابات الرئاسة في مصر، وبالتزامن مع هذا الأمر كثفت حملات المرشحين الأربعة الاستعدادات واللقاءات والجولات قبل انطلاق عملية بدء التصويت. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي استقبلت وفداً من كتلة الحوار، وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة إلى أن كتلة الحوار نشأت أثناء الحوار الوطني، واللي شهد بداية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، وأشاد بموقف الكتلة الداعم والمؤثر، وقال أيضا إن الحملة حريصة على الاهتمام بكل ملفات الحماية والعدالة الاجتماعية. في نفس السياق أيضا عقد المرشح الرئاسي دكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمره الانتخابي الأول في محافظة الدقهلية تحت عنوان غزة في القلب في قلب الوفد. أكد خلال هذا المؤتمر أن حزب الوفد معني بالقضية الفلسطينية من سنوات طويلة، وأنه ليه مواقف في القضايا العربية بشكل عام. فيما يتعلق بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد المرشح الرئاسي لقاء جماهيريا في محافظة أسيوط لتوضيح رؤيته وإعلان برنامجه الانتخابي. أشاد أيضا خلال هذا المؤتمر بعراقة المحافظة اللي شهدت أول حضارة في التاريخ. قالت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الدعاية الخاصة بالحملة بتنتهج مسارا غير تقليدي، وبيأتي من ضمنها حملة موسعة مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نفهم المزيد من التفاصيل عن الحملات المختلفة من خلال انضمام الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ خالد. أهلا، صباح النور يا أستاذ باسم، وتحياتي لفريق العمل والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. عايزين نعرف في البداية كيف تقرأ سير العملية الانتخابية حتى الآن، خلينا نقول المساحات الموجودة لكل المرشحين في سواء من خلال البرامج الدعائية لهم في الإعلام، في الصحف المختلفة، في الجولات التي يقومون بها، كيف تلحظ هذا النشاط للحملات المختلفة حتى الآن؟ العمليات الانتخابية التي تخص حملات المرشحين للرئاسة 2024 منظمة منذ أن أعلن عن فتح باب الترشيح بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. نعم. وتسير سيرا يعني متزن وفي الطريق المرسوم لها وبحرية بالغة بدون أي عراقيل. الحملات بالكامل قفلت لها كل الضمانات، لدى كل الحملات حرية الحركة في اختيار المكان والزمان الذي تقوم به الحملة بالقيام بعقد مؤتمراتها مع التنسيق مع الجهات المختلفة، حتى أن إحدى الحملات يعني قررت أنها تنتهج نهج خاص وتشتغل عن طريق التواصل الاجتماعي. نعم. فهذا يؤكد أن هناك حرية مطلقة ولكنها منظمة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتوالى الحملات بشكل كبير لأجل أن التوعية مطلوبة، ولأجل أن إحنا في مثلا الخطاب الإعلامي اللي بيقولوا أي حملة من حملات السادة المرشحين لابد أن يراعي الطبيعة للمحافظة، طبيعة محافظة أسوان غير طبيعة محافظة الدقهلية، غير طبيعة محافظة الفيوم، غير طبيعة محافظة شمال سيناء. فهذه الحملات بالكامل تعمل في نطاق القرارات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات والمرص المبدأ، وهو عرس ديمقراطي، وإحنا بنقوم بعقد انتخابات والتباري في هذه الانتخابات، والشرق الأوسط سقطت دول كثيرة حولنا ونحن نحتفل بعرس الديمقراطية وهذا الاستقرار وذلك الأمن وتلك الإجراءات التي تعزز المواطنة حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون وتفعيل المشاركة في مسؤوليات الحكم وتقوية للأحزاب. كل هذه الأمور التي يراها
يعني المواطن تؤدي إلى هذا الأمر الذي سينعكس بدون شك على النواحي الاجتماعية والاقتصادية. نعم. لأنه مجرد ما العالم أجمع يتابع تلك الانتخابات وتلك المجريات والمؤتمرات سيثق ثقة كاملة، لأن هذا المجتمع المستقر، هذا المجتمع المتزن الذي يعلي من سيادة القانون هو المجتمع الأمثل لتوجيه الاستثمارات المباشرة إليه، لأنه فيه يأمن على نفسه وعلى اقتصاده وعلى أمواله. بالفعل. لأن إحنا عندنا مثل واضح جدا لهذا، هو إن إحنا محتضنين 9 مليون من يعني ضيوفنا أحرار بيقوموا بأنشطة اقتصادية عديدة تفوقوا فيها على المصريين داخل مصر في منافسة شريفة يعني. نعم. أيوة، منافسة شريفة جدا. لأن سيادة القانون هي الأساس. نعم. لأن الاستقرار، لأن ربما ربما أيضا يا أستاذ خالد من الرسائل الإيجابية في هذه خلينا نقول الانتخابات المشرفة للغاية، أنها زي ما حضرتك ذكرت يعني كل الأمور ماشية بشكل مستقر، بشكل آمن، بشكل جيد جدا حتى الآن، لا يوجد تضييق من أي نوع على أي شخص. ولكن أيضا الأهمية هنا بتأتي في المشاركة الكثيفة اللي هي تكون موجودة، ما فيش توجيه لأي شخص أن هو يدي صوته لمين، هو في النهاية فقط أنت بتدور على المرشح الآن الأنسب ليك، الأنسب لتوجهاتك. هناك تعددية كبيرة لكل المشاركين في هذه الانتخابات، وبالتالي يعني كل حد بيمثل شريحة مختلفة وبيمثل أيديولوجيات مختلفة عن الآخر، فكل شخص بيشوف مين المرشح الأنسب ليه ويعطيه صوته، الأهم هو المشاركة. جزيل الشكر لحضرتك الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي على كل هذه المعلومات، نورتنا أستاذ خالد.